مش مستحيل أبداً إنك تكون رائد أعمال في سن صغير. مارك زاكربيرج ومايكل ديل بدأوا فيسبوك وديل وهم عندهم 19 سنة بس. عشان كده عبد الرحمن حتى لو ما كانش جاهز المرة دي، باب الفرصة هيفضل دايماً مفتوح له. أنا عبد الرحمن محمد، عندي 18 سنة، وأنا الفاوندر في آي آي. عاوزك تشوف الصورة دي، شخص كفيف بيتفرج على ماتش في الاستاد من خلال الراديو، وهنا بتيجي آي آي. آي 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 هي سمارت جلاسز كونكتد تو موبايل أبليكيشن، بتحول الانفايرمنت كلها أي فيجوال انفورميشن لصوت عربي مسموع. انت في انه مرحله دلوقتي في احنا في البروتوتايبنج، المنتج الاولي الخاص بيك ناجح في ايه كتكنولوجي؟ شغاله، احنا وي اون سوفت وير بس ما جربناش، ما عملناش بايلوت مثلا. انت خريج هندسه؟ انا حاليا في ثالثه ثانوي. انا عندي معاك اي حد ثاني ان شاء الله؟ احنا خمسه شغالين تمام. وانا برضو بشتغل اي اي. مين المنافس بتاعك؟ عارف مين منافسينك؟ كان ايه اللي بيحصل؟ لو بنتكلم على سبستيتيوت، فالكفيف بيستخدم حاجه زي حيوان اليف علشان يقدر. لا يا عم، موبايل برضه، هو الموبايل في ابلكيشنز كتير قوي بتعمل لها كده بالكاميرا، بتقول لك عبد الرحمن واقف قدامك، دي شجره، دي مفيش بطه، موبايل دي ابلكيشن عنده كل التجميعات اللي احنا بنعملها. انا مش شايف ان هو دلال لازم يبقى عنده حاجه جديده خارقه. انا شايف ان هو حتى لو هو مجمع مميزات ليها علاقه بحاجات تانية حتى لو موجوده في السوق، وهو حاططها بشكل اكثر تفاعليه وشكل اسهل. احنا بنعملها بالعربي يعني، لو ينفع اجيب اللاب اوريك قدامه. هي فكره حلوه قوي حسن، بس انا شايف ان هو لسه بعيد يعني، لسه عشان هو ثالثه ثانوي نعمل حاجه زي كده. مش السن والله خالص يعني، ما شاء الله والله ينور، بس انا قصدي لسه بعيد ان انت عشان تطلع المنتج اللي يبتدي ينزل السوق لسه قدامنا سنه سنتين. انا شايف ان الراجل ده يحتاج فرصه. انا عايز اشوف البروتوتايب وعايز ادي لك فرصه. بس انا متفق مع دلال، انا حاسس ان انت جاي مسابقه بالبروتوتايب او بالنموذج الاولي بتاعك، بس من غير النموذج الاولي، فانا مش عارف اقرر حاجه من غير نموذج اولي، مضطر ان انا اقول لك فرصه تانية. انا هضطر اديك فرصه تانية عشان اشوفك السنه الجايه احسن. مصيره كده جعله. والله فكره كويسه، بتحاول تجمعهم في وقت واحد، بس للاسف انا مش شايف انت فين الميزه التنافسيه بتاعتك اللي هتكون موجوده في السوق، وغير ان انت لسه قدامك وقت كتير. فانا بعتذر لك، على قد ما انا مبسوط جدا 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 ان انت في سن صغير وشغال على حاجه كويسه جدا، بس بعتذر لك فرصه تانية. بالتوفيق. شكرا. شكرا. مستنيينك الاديشن اللي جاي باذن الله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.